في موضوع غسيل الايدين، فاذا قلنا تبويس ممنوع، زيارات ممنوع، كل هول الاشياء ممنوع، هلا شو غسيل الايدين. وفي وقت لغسيل الايدين، في وقت لغسيل الايدين، مش انه تغسل ايديك، في وقت عندك وقت. ومشان تقدر تقدر الوقت قد لازم تغسل ايديك، في طريقه كثير مبتكره على التلفزيون علمونا اياها، بتجنن، من احلى الطرقات يعني لتقدر من احلى لتقدر تقدر الوقت، يعني انك تغسل هيك. لا، في طريقه، في شغل، في وقت. كرونومات، ما تحط كرونومات، لا في طريقه. كرونومات 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 تروي. لا، في طريقه سوبر حلوه اللي هي هاي. غسل الايدين اللي بنفهمه واللي عم نحكي عنه هو استعمال الماء والصابون لغسل اليدين لفتره 10 او 20 ثانيه حسب شو بدك، يعني لفتره طويله. احيانا فيك تغني اغنيه هابي بيرث داي كلها سوا لتخلص، يعني سنه حلوه يا جميل لتخلص، لكن رغيت الصابون حلو. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Hisham. Happy birthday to you. لا، أول شيء بتنشط. لا بابا. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا حبيبي. سنة حلوة يا جميل. ليه وبتنفخ عليهم آخر شيء؟ إيه لا ينشفوا. كأنه ما بتنشف. يا الله. جوايوز انيفرسير. جوايوز انيفرسير. جوايوز انيفرسير. جوايوز انيفرسير. مبروك مبروك يا حياة قلبي. مبروك 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 يا حياة قلبي. مبروك هالفرحة فرحتنا. شو حلوة جمعتنا، شو حلوة دنيتنا. مبروك مبروك. فيك ترجع تحضر هالحلقة من لهون وبس عبر أبليكيشن الـ LBCI ساعة اللي بدك وين ما كنت.